السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم. النهارده مع معرض اي في اوتو شو في السكشن الخاص بالفنار مع المهندس شادي. هيعرفنا بنفسه بالشركه وهيدينا ان شاء الله معلومات تفصيليه عن السكشن المعروض والبرودكتس اللي هم موجوده عندهم في الفنار. اتفضل يا باشمهندس. تمام، احنا اليوم معاكم شادي، انا مسؤول عن ميجا بروجرام مانجر لمشاريع الميجا اللي في الرياض على في شركه الفنار. طبعا اليوم الفنار احنا اليوم موجودين بالرياض، عباره عن طبعا احنا 15 مصنع متواجدين في الفنار طريق الخرج، من السويتش جير للكيابل للوحات للافياش والمفاتيح، بالاضافه لشواحن سيارات الكهرباء. طبعا اليوم احنا عندنا اليوم حنحكي لكم عن شواحن سيارات الكهرباء، وهو اليوم ترند موجود في المملكه. طبعا احنا عندنا نوعين من الشواحن السيارات، شواحن اي سي وشواحن دي سي. حنعطيكم بس نوريكم شاحن الاي سي تفصيلته الداخليه. انت مصور ولا واقف؟ خلص. اليوم هذا شاحن الاي سي، طبعا شاحن الاي سي بيبدا من 3.7 لغايه 22 كيلو وات. طبعا الشاحن هذا شاحن بطيء، بيقعد تقريبا عشان شحن السياره، طبعا بناء على الكاباسيتي بتاعت السياره اللي هو الاون بورد شارجر اللي موجود في سياره الكهرباء. زي ما احنا شايفين احنا عارضين اليوم سياره لوسيد، طبعا بيبدا معاك من 4 ساعات ل 11 ساعه، لانه 3.7 هو سنجل فيز ومينلي بيستخدم للريزيدنشال، فبياخذ معاك وقت طويل للشحن. 22 كيلو وات هو هذا الشاحن، تقريبا بيقعد معاك من 4 الى 6 ساعات. طبعا زي ما انتم شايفين الشاحن تبعنا فيه ديسبلاي بيقدر يعطيك الكونسبشن تاع الكيلو وات، في ار اف اي دي راديو فريكوانسي ايدنتيفيكيشن، بيعطيك انديكيشن انه وقت انه الشارجر شغال وانه لما وقت الشحن. طبعا هي الكونكتر تبع الشاحن عباره عن لاين 1 لاين 2 لاين 3 ونيوترال وايرث وكوميونيكيشن بين الشاحن والسياره. طبعا هذا الشاحن هاي الكونكتر از بير ساسو هو تايب 2 كونكتر، ات كان بي تشارج ذا لوسيد كار فروم هير. طبعا السياره بتكون دائما مجهزه انها تنشحن اي سي ودي سي كومبايند، اللي هو بيكون الكونكتر اسمه سي سي اس 2. طيب هل في مخاطر في الشواحن دي يا باشمهندس؟ يعني الناس العاديين هو دلوقتي هيركب الشاحن عنده في البيت، ايه نصايحك للاشخاص في البيوت في تخوف من تركيب الشاحن؟ ايه السيفتي او الحمايات اللي احنا ممكن نطمن بيها الناس ونأكد لهم ان موضوع تركيب الشواحن ده موضوع سيف وامن وما فيهوش اي مخاطر؟ تمام، كل شواحننا فيها حمايه ضد التسريب الارضي. تمام. طبعا ات از مانديتوري ريكومنديشن حسب المانيوال تبعنا وحسب كل مصنعين الشواحن انه يكون عندك انت اليوم تغذيه، مصدر تغذيه مع ار سي بي او اللي هو حمايه ضد التسريب الارضي. ضد التسريب. طبعا احنا اليوم عندنا اوبشن كفنار، طبعا الشاحن هذا بيركب على الوول، على سيرفيس وول ماونتد. اذا ما عندكش حيطه او جدار في المشروع تبعك او في البيت، في عندنا بديستل سوليوشن هذا بتصمم، صمم ناس طبعا الفنار صممته. هاي البديستل شايف لو حضرتك شايف الجزء ده، هذا ممكن يتفك وينحط فيه حمايات كمان. انا عندي في الشاحن بيلت ان ايرث ليكج بلس، في عندي اكسترنال ممكن اركب ام سي بي وايرث ليكج اللي يحمي الشاحن ايش تبعنا ضد التسريب الارضي. يعني كل الحمايات موجوده ان شاء الله. بالنسبه لان الشاحن ده موجود خارجيا، هل الشاحن نفسه الاي بي بتاعه كبير اللي هو الحمايه ضد دخول المياه يا شباب والحمايه ضد دخول اتربه؟ الاي بي بتاعه كام؟ 54، ممكن يوصل لاي بي 55. تمام. واي كي 10 الفورس ميكانيكال فورس لغايه اي كي 10، يعني الشاشه دي لو ضربتها تقريبا بنحكي ب 5 كيلو ما بيصيرش فيها حاجه، لان دي مختبره وتايب تيست. ودي طبعا مصممه انها تنحط اوت دور، ودي كانوا بحمايه حسب شروط مومرا منستري اوف منسبل اند رورال افيرس وزاره الشؤون البلديه والقرويه. بتحرص انه لازم يكون في كانوبي تحمي الشاحن من اشعه الشمس المباشره. اوكي تمام، يعني كل الحمايات الكهربائيه والميكانيكيه موجوده في الستاند بتاع الشاحن. وكل الكوميونيكيشن موجود، احنا عندنا الشاحن تبعنا اوبن بروتوكول او سي بي بي، فيك تشبك اي بروتوكول انت عايزه على الشاحن تبعنا. في عندك انرجي ميتر زي ما قلنا، في ار اف اي دي، في ايثرنت عن طريق ويرلس او 4 جي سيم كارد. اوكي. الكوميونيكيشن
فدي كل الحمايات الموجوده في الشواحن الليسي. في ناس بتقول يا باشمهندس ان انا اخد 11 ساعه في موضوع الشحن ده موضوع كبير شويه، فاحنا عايزين نشوف سوليوشن للدي سي تشارجنج او ناخد انواع سريعه في عندنا في الشحن. تمام، في عندنا اليوم شاحن اسمه سوبر سمارت فاست تشارجنج اللي هو سوبر شحن الدي سي سمارت فاست تشارجنج. يس، شحن الدي سي يبدا معانا من 20 كيلو وات لغايه 480 كيلو وات. اوكي تمام، اليوم الشاحن تبعنا اليوم هاد 380 كيلو وات. اوكي، بيستغرق عشان تشحن عربيتك نحكي من 20 دقيقه لنص ساعه. اوكي، طبعا ده 380 كل بلاج، طبعا بياخد معاك 180 380 ده 3 فيز 180 دي سي. 180 فولت دي سي. اوكي، دي الكونكتر تبعه دي سي بلس ماينس. اوكي، ودي ايرثينج ودي كوميونيكيشن بين الشاحن والبطاريه. ده كونكتر غير الكونكتر اللي نشوفه، غير الكونكتر وده بيدخل في العربيه. طيب اوكي تمام. طبعا في عندنا خاصيه هون، طبعا هي نفس مميزات الاي سي اي بي 54 اي كي 10 كل البروتوكول موجود فيه، بالاضافه فيك تدفع عن طريق الفيزا كارد. دي اوبشن موجود في شواحن الدي سي انك انت تقدر تدفع عن طريق الفيزا كارد. الفيزا كارد الشحنه اللي انت بس تخلص شحن السياره تبعتك. هل الشواحن دي ينفع تبقى مملوكه للاشخاص في البيوت بحيث يعمل فاست تشارجنج في البيت، ولا هنلاقيها في محطات شحن؟ هلا مطلوبه، بيقدر يحطها في البيت عنده، بس لازم ياخد بعين الاعتبارات واشتراطات شركه الكهرباء. اوكي، هل الكهرباء شركه الكهرباء او الحمل عندك في البيت كفايه انك انت تدي الشاحن الكيلو وات ده؟ فانت اليوم حسب الكهرباء هتديه كام، لازم ترجع تاخد موافقه من شركه الكهرباء. المعلومه دي مهمه جدا يا شباب، عشان ما حدش يشتري شاحن ويركبه في البيت عنده في الاخر يبقى مخالف للانظمه. لازم ياخد تمام تراخيص الخاصة بتركيب التشارجرز الكبيرة الحجم شوية، ولازم يتجهز لها كهربيا صح عشان التوصيلات واللوحات في البيوت تبقى ستيبل وتستطيع ان هي تدي الفاست تشارجر. زي ما قال باشمهندس تقريبا في 20 دقيقة انا اقدر اشحن السيارة بتاعتي، طبعا حسب الكباستي بتاع السيارة. تفضل باشمهندس. بالاضافة هذا شاحن 380، في عندي شاحن 480 ممكن اشحن السيارة ربع ساعة 10 دقائق. اوكي، 480 كيلو، 480 كيلو وات، لو انك 950 فولت دي سي انت بتتكلم 450 امبير. امبير عالي جدا، 450 امبير حاجه ضخمه جدا. هذا اوبشن اللي قلت لك عليه، انت ممكن تركب شحنين اي سي. اوكي، تشحن عربيتين، ده سوليوشن برضو اذا عندك انت عشان تقلل عدد البيدستال اللي موجوده عندك في الموقع. ممكن يكون عندك سياره مثلا او سيارتين، وفي في كل سياره ليها شاحن بنفس المكان، فانت بتقلل عدد ايش المساحات عندك. البيدستلز دي بتبقى مصنوعه هنا بـ 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 من جالفانايزد ستيل وجالفانايزد ستيل. تمام، هل اقدر اركب نوعين مختلفين من الشواحن، ولا هل هي بتركب على شواحن الفنار بس، ولا نقدر نقول ان هي تقدر؟ البيدستل دي مصممه لشواحن الفنار، لشواحن الفنار، كل مصنع ليه بيدستل تبعه. اوكي، بس انت ما بتقدر تركب الا الاي سي. اوكي تمام تمام، خلينا نشوف السوليوشن الثاني اللي ورا. هنا اليوم انا عندي سوليوشن من جريد، من شركه من شركه الكهرباء، وعندنا سولار البي في. اوكي، ممكن انا طبعا ده سمارت ميتر، ده عداد سمارت، ده اللي ركبته طبعا شركه الكهرباء ريسنتلي لكل البيوت. احنا مركبين تقريبا مليون عداد استبدال، بدلناه يعني عملنا استبدال للعدادات القديمه. ايوه، دي كهرباء بتدخل على الانفرتر، ده الانفرتر احنا عندي 10 كيلو وات. اوكي، الانفرتر لي انواع، بيبدا 4 بيبدا 8 لغايه 10 لغايه 20. ثاني يوم انا عندي هذا الانفرتر بحول لي من اي سي لدي سي والعكس. طبعا كم سمعته 10 كيلو، وهون في عندي باتري ستورج تقريبا هو 20 كيلو وات، عباره عن 8 مديول او 8 باتري، كل باتري تقريبا 2.5 كيلو وات اور. تمام، الانفرترز هون اوبشن بيديني للشاحن تبعي تغذيه اي سي. اي سي بدي تغذيه اي سي كمان. تمام، وبتشحن عربيتك. طيب السوليوشن ده احنا بنستخدمه ليه؟ نستخدمه لما ان كيس عندك الجريد، انت عندك الجريد فصلت تمام، ما فيش كهرباء في الشركه السعوديه الكهرباء، وعربيه سيارتك مشحونه، انت ممكن تجيب سيارتك تشبكها مع الشاحن. تمام، والشاحن تبعك يدي باي دايركشنال، يدي باي دايركشنال، يدي تغذيه باك، يشحن البطاريات اللي في ستورج ويشغل الحمل عندك.
اوكي يعني السوليوشن ده خاص بالفنار. سوليوشن خاص مينلي احنا مينلي ده تصنيع الفنار كله. تصنيع الفنار. تصنيع الفنار وده سوليوشن خاص لشركه الفنار، حتى السمارت ميتر تصنيع الفنار كمان. اوكي. في الفنار عندنا وده سوليوشن احنا مينلي بنستخدمه ليه؟ للمشاريع اللي ما عندهاش شركه الكهرباء. فاحنا بندي له سوليوشن، لو حط انت شوف بالبي في. بي في. ده بي في سوليوشن، بروح على الكونفرتر، بروح على الباتري ستورج. وبتقدر انت تغذي شواحن سيارات الكهرباء وبالتالي تشحن عربيتك سياراتك. اوكي ممكن نشوف بس الموديول بتاعت البطاريات. اليوم انت تشبك البطاريات كلها سيريز مع بعض. اوكي تمام. ومن هنا بتاخد من الانفرتر تغذيلي. طبعا أوكي. الموديول ده 10 كيلو 10 كيلو بيدي تو باتري ستورج. اوكي تمام تمام يا باشمهندس.